الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. دي بحلقاتنا بنواصل إن شاء الله. ودي بصبر نتهاج عنا وأقصام ما يتبر، وهذا كمان إمام ابن القيم رحمه الله لنفس دي باب أربع مرات دي سورة العصر بدير، والثلاث مرات بناء صبر بيننا صبر على طاعة الله وصبر على محارم الله وصبر على أعذار الله المؤلمة، وكمان حر لسورة دي بقلت هاجينا، ولسورة كمان أربع ساعات بقروا من أربع مراتب الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذا ابن القيم اللي بنهلا لنفس قلت جاهدة اللي قلت إذا قلت أصبر قلت دي بلن طاعات ودي بلن معاصي من أنا قلت وعل وإلا أشياء كلها قلت حقق مرات حاجة هيبة لولا تحدي بيلا رحمه الله. جهاد النفس، نفس جهاد تحدي، وحتى بيلا أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به. ابن القيم ترى اللي بيلا رحمه الله الإمام ابن القيم اللي بيلا نفس يقول جاهد حديك من قبي وخير حديك قبل من قبي دي بدين ودي بحق جاهدها لنفس كم رادة قد تجيس تحدي ولا الشنات قد تيبال تحدي ولا الشنات قد تيبال تحدي، لكن انت جاهد كاها من قبي بقى لنفعة وبقى لقلة للأسنة دي بدنيا ودي بالآخرة حدي كم من قبي لقبيلة سنة بلت عبت ولا قبيلة تقوما وقبيلة أكانت كرق لك لنا فزول قبيلة رفعة وعزت لتهيبة قبيلة دين وقبيلة حق وبوت ولا فلاح ولا نجاح ولا صلاح للحاصل ولا سعادة لتحاصل أبو إلا قبيلة إلا تبير لنا إلا حتيتها لنقطة ذاك العيد أن يجاهدها على العمل به بعد علمه كمان حقوما أولا جاهد أيها شمو جاهد أيها قل لنا فس سك ما تأمر قبي حق تأمر قبي هدى تأمر وقبي دلال من تريم وقبي حق تأمر ودي بحق تقبل وآمرت وفهمت وتمام يقنت وإيمان تقلب استقرى وفهمت أدب للآمرك كمان عمل قلت أوعلو قلت يدقبو وقلت نفذو وقلت تطبقو كمان وجبك اللي من مراتب الأربعة اللي ذكريان تودي بجهة نفس إلا كمان لا أمر حقه فعل قلم تعتوه بيلا سأل زيد كمان بيلا أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلم حقه ما أمرك وحقه ما تعلمك وحقه ما فهمك ولا خير ولا شر ولا مضرات ولا أزيات فنديهم كله ميزك بأمر بعلم بقى لتعلمك وبقى لأمرك قلت يده وقلت شقه واجب ديب كاتو ندل بلنا على هذا هيني كمان قدام قلت تعلمه وقدام قلت تريه وقدام قلت أفهمه كمان واجبك أبير لرابعين أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله، فإذا استكمل هذه المراتب الأربعة صار من الربانيين رب العالمين بيلا كونوا ربانيين. إنسان رباني قل قبل لحد إلا أربعة ودم قبي أولا آمر وتعلم وفهم وجاهدية قبل حق للتأمر والحق آمر ولا قرآن آمر ولا سنة آمر ولا باطل آمر ولا أكيد آمر كذا كمان يعني أنا خلاص حق آمركو إيه سلوا حق أقول لنا لا ما أنا نسلي واستغفر بيننا استغفر قرآن بيننا نقرر لن آمركو لن حب حق وديكو وأديمه هي زيادة منا لا يأمر إنسان لا تأمركم قبي ولا يتعلم إنسان لا تعلمكم قبي ولا يأمر إنسان ولا بكون عاقشكم قبي هليت يعني لا قل أسبت لا واحد وزيادة منا قل أكسب وتم من يقل أكسب كمان منفعت كما لبينا يعني عبادة متعدية قبي كمان قدام ودي متعدة وتوسع وبركة قبي قل كان ذاته أكلها بكا كائن منه بركة قبي قل كل شيء ناقص لكن علمي ناقصني يعني كل شيء ناس أكمل من قبل ناقص ما ناقص لكن علمي ناقصنا كل ناس أكمل كائن وسك وزيد وبركة قبل يبو تماما
علم بس بركات قبل ديبا كل كل ناس كانوا انه كان بركات قبل وترفع وتوسع وخير قبل ديبا لمال نقص بيننا كل شيء ناس كانوا من قبل نقص الا علم علم ندوس قيس وعلم بركات قبل ديبا لا يجاهدها على الصبر بيننا وكمان الا ثلاث ساعات صبر لحد وجهاد وصبر دي كلها دعوات ومشاغلنا يا ولا ازياد لتمتعك منا خلق من قبي وكله تتحمله وتصبر له ابتغاء يا رب العالمين. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يعني انت يعني قل وجه رب العالمين بس خلاص انا ان شاء الله اقول وجه رب العالمين اشقها ليكو وقل رب العالمين قل اتحمل ليكو واصبر ليكو بكم قبل واصبر كم من قبل الله سبحانه وتعالى لطيفته خبيرته حكيمته عزيزته ربي بقوته بقدرته ان شاء الله خير خلف قلك ورب العالمين ان شاء الله لتكبت مننا ورب العالمين الا الاربع نقاط لن حقق كم من قبل ابن القيم إلا الأربع حقق كام من قبي وعال كام من قبي بقى كان كم ألا تعلمك وكم ألا وديك وكم ألا غيرك وقدام دحيك قال وأصبر كذب سبيلة سجلت أبتح أصبرك ووديك ابتغاء وجه رب العالمين من أور حتى نتاق لا نريدونكم جزاء ولا شكر من أور حتى نتاق مكافأة نتاق وقدام قال لحليك نتاق ومدح نتحدي وجزاء نتحدي وشكر نتحدي قال رب العالمين أحتسبك وأصبرك الله سبحانه وتعالى من ربانيين وديك وربانيين من نوم قلتك بأنت يعني مرتبة عباي تقلى يعني وكل اللي تمنية وكل الحدية ودرجة يعني رفعت لبديبة وكان سنيت سبقى قلت دعوات نفسهم لصبلوا سبقى قل وجه رب العالمين بضوح أذيات وبضوح مدرات وبدوح أشكال وبدوح فتنات وبدوح عذاب لا حال فوسبتم ورب العالمين لا سورة باق سما لا سورة العصر باق سما وبين الأدام كله دي بخيبته دي بخسارته مهما ولاد بدح أقوله مال بدح أقوله وعزيم قبا قدرها اللقل قبا واجه لقبا وجه لقبا أنا يعني من الناس بقعد لقبا إنسان كانت لبو مال لبو ولاد لبو اللي كله يعني كان لبو بيلا إلا أربع نقطة لجمع إلا أربع نقطة لجمع وإلا نوادا من خسارة فقر نهائي وإلا نهائي كما لن ذكرنا تند أربع نقطة لن حتى بأن الإيمان وإيمان هي مش يشمل إيمان يشمل كل ما يقرب إلى الله تعالى من اعتقاد صحيح وعلم نافع اعتقاد ايمان تعتقد رب العالمين اوراته ما اثر كم سلاله اعبد ينبل كما انت للايمان قوي من قبل وصابت من قبل باذن الله عز وجل سوى صحيح قبل بل خرافات بل بدع بل شركيات وكمان علم نافع حتى وكمان العمل لصالح العمل لصالح يعني هنا أربعة بيننا يكون بدير إيمان بيننا وعمل صالح وتواصل بالحق وتواصل بالصبر هذا اللي حتى كاين قال شوية كده إن هوا بالشر لنا أنت ما تمان لنا قال إيمان وإيمان مش من إيمان كل شيء دي برب الله قرب مع اعتقاد صحيح وعلم نافع ولا عمل صالح كل قول كل بهل وكل وداي رب العالمين برضو يعني مخلص إخلاص بوجه رب العالمين متوديه لك كل قول وفعل يعني بتوديه مخلصا بإخلاص بنية سنات رب العالمين لتوديه كل اللي إن شاء الله الخير وأجرته وعمل صالح والثالثة يعني التواصي بالحق التواصي بالحق وهو التواصي على فعل الخير والحث عليه والترغيب فيه التواصي بالحق التواصي بالحق يعني إلا حق هتو لفعل خيرته لفعل خيرته وكمان انت من البحر ما راح ديبو دليل قبل ديبو الا حق اللي يتو اللي فعل خير اللي يتو وقدام تراقب ديبو وتحليه وتسنيه واقرمه بحيث انه القدام غير اللي اتبعه وبحيث انه القدام غير اللي استفيد منه وكمان القدام ديب خير اللي اقبل واللي هنا من تواسي
دي بعقدوا تواصوا بالحق بيلا لا لا ثلاثة ترى أنا بعيد تواصوا بالصبر بيلا وتواصوا بالصبر يعني أحد أنت قلت واسه وأنا يوصي بعضهم بعض يعني أنت قلت واسه وأنا قلت واسه والهيل هي واسه دي بفعل الأوامر بالعالمين لبيلي ودي بكمان ترك واحد قوى قديم منها محارمنا بالعالمين حرمها لا صنعت لك كيت منن قنوا عل وكمان لا تحملنا يا احضار جنيده صبر يبصر حتى اوامر رب العالمين اللي بيدنا لنا جنيده وبنا اللي عنده ولا خارج اي محرمات اللي بيدنا مننا قنوا عل ولا سال سيد كمان من دون الاسباب اللي اقدر لك ما تطعنا يبا قلنا اصبر ان شاء الله الا اشياء رب العالمين فتيد و وكمان منكر هلا من قبي من منكر نوع واصلاح مودي وبالهيني شرف لحصل وفضل لحصل وبركات تحصل ولا خيريات يا أمة النبي صلى الله عليه وسلم قد تدمت أنا بن قبي ورب العالمين ما تحيوم قل لهم بيلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أيوة لدليل بينا رب العالمين بيلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إلا لخيريتنا يا أمة النبي صلى الله عليه وسلم هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله.